تحقيق من يسرق الذهب في السودان؟ يسلط هذا التحقيق الضوء على إحدى أكبر ثروات السودان الحيوية وهو الذهب، حيث يعتبر البلد الشمال إفريقي أحد أهم منتجي المعدن النفيس في القارة، ويحاول توضيح بعض أوجه الهدر والسرقة التي تطول عملية إنتاج الذهب بالكامل، بدءا من استخراجه من المناجم عن طريق الأفراد أو الشركات، وحتى وصوله لأيادي المستثمرين الخارجيين والداخليين، مرورا بفقد كميات كبيرة تهرب وتسرق لصالح كيانات ودول أخرى. وهي معلومات تأتي عن طريق عدد من التقارير الحكومية وعدد من المصادر الحية، مصادر شغل بعضها مناصب حكومية عالية المستوى، مما أعطاهم منفذا لتأكيد بعض الأقاويل المتناثرة بين السودانيين حول إحدى أهم ثرواتهم المنهوبة. يرفض المواطن السوداني عبد الله الأمير البالغ من العمر 45 سنة وأحد المعدنين التقليديين العاملين في البلد الشمال إفريقي تسجيل كل الكمية التي أنتجها من الذهب بسجلات الحكومة السودانية الموجودة بمطاحن صخور الذهب، وهي الكمية التي تساوي كيلوغرام واحد فقط أنتجها خلال 5 أشهر لمنطقة العبيدية بولاية نهر النيل شمال الخرطوم، واحدة من أهم مناطق التنقيب عن المعدن النفيس. مضيفا أثناء محاورته: أنا لم أترك أطفالي وأسرتي في غرب السودان لتأخذ الحكومة مجهودي لشهور وأنا أحفر الآبار وأتعرض لخطر تهدمها ودفني حيا تحت أنقاضها، وخطر استخدام الزئبق في التنقيب عن الذهب. ماذا قدمت لي الحكومة في المقابل لأكون ملتزما بقراراتها؟ يعد الأمير واحدا من 3 ملايين سوداني يعملون في مجال التعدين الأهلي، إحدى أهم مساحات العمل السودانية، منهم 1 مليون مواطن يعملون في التنقيب عن الذهب، ومليونا شخص يعملون في المهن المصاحبة للتعدين مثل تكسير حجارات الذهب يدويا، وجلب المياه وإعداد الطعام وغسل الملابس وغيرها وفقا لأحدث وآخر تقارير وزارة المعادن الصادر في عام 2017. وقد التقى محاورون بالأمير بسوق الذهب وسط العاصمة الخرطوم وهو يعقد صفقة لبيع إنتاجه من المعدن الأصفر بعيدا عن أعين السلطات الأمنية المنتشرة بكثافة في السوق الرئيسية. يقول الأمير إنه إذا ما اضطر لتسجيل كمية الذهب التي أنتجها فإنه يسجل ما بين 2% إلى 10% فقط من الكمية ويخفي باقي إنتاجه، محملا البنك المركزي السوداني مسؤولية الفاقد التعديني وهو الفرق بين المنتج من الذهب وبين المصدر إلى خارج السودان، بإصداره لقرارات يلزم بها المعدنيين التقليديين ببيع كل إنتاجهم من الذهب له بأسعار غير مجزية وأقل من سعر السوق، حيث يشتري البنك كيلوغرام الذهب ب 2.2 مليار جنيه سوداني، أي ما يعادل 48,000 دولار تقريبا، وهو السعر الذي حددته آلية تابعة للبنك المركزي بداية ماي المنصرم صعودا وهبوطا، وكان السعر قبلا هو 40,000 دولار للكيلوغرام الواحد. وبينما يحصل البنك المركزي السوداني في نظير الأمير على الذهب من المعدنيين بأسعار غير عادلة، فإنه يمنح شركات حكومية امتيازات وتسهيلات في صادرتها من الذهب، حتى إن حصيلة صادرات الذهب لا تدخل خزينة الدولة، بل تودع في حسابات بنكية خارج البلاد، بينما يعرض تجار الذهب مبلغا يزيد على سعر البنك بنحو 2000 دولار للكيلوغرام الواحد ويزيد وفقا للعيار. مضيفا: مؤخرا اكتشفنا أننا نبيع بطرق غير مباشرة لشركات التعدين الكبيرة عبر وسطاء، وهو أمر يؤكده وزير التجارة والصناعة السوداني السابق موسى كرامة، موضحا أن أغلب شركات التعدين لا تنقب عن الذهب وإنما تعتمد على شرائه من المعدنيين التقليديين. ويعادل إنتاج المعدنين التقليديين وهم أفراد أو شركات صغيرة ما نسبته 85% من إجمالي إنتاج الذهب السوداني وفقا لعضو المجلس الاستشاري لوزارة المعادن محمد الناير.
ويتفق الناير مع الرأي القائل إن بنك السودان المركزي ظل لسنوات لا يمنح السعر المناسب للذهب بجانب احتكاره لفترات طويلة لعمليات شرائه وتصديره، مما ساهم في تزايد معدل تهريب وتخزين المعدن النفيس، مضيفا أنه تحت ضغط قرارات الدولة الملزمة له كسلاح ذو حدين بشراء الذهب، اضطر المركزي لضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت في ديسمبر كانون الأول أواخر العام الماضي 2018 لأكثر من 63%. مع نقص السيولة النقدية الحادة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، ويتفق مع ذلك المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم قائلاً: احتكار بنك السودان لشراء وتصدير الذهب وتوفير العملة الصعبة لذلك هو العامل الأساسي لانهيار العملة السودانية، وبدلا من أن يكون الذهب نعمة تحول إلى نقمة. وارتفع إنتاج السودان من الذهب بمناطق إنتاج شملت 12 ولاية خلال الأعوام 2015، 2016 و2017 بنسبة 20% من 74 طنا إلى 94 طنا، وكشف تقرير أداء وزارة المعادن للنصف الأول من العام الماضي 2018 أن إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام بلغ 63 طنا، اشترى بنك السودان منها 8 أطنان، وبلغ صادر الشركات 1.4 طن، لتصبح جملة صادرات الذهب 10.7 طن بقيمة 422 مليون دولار. وكشف التقرير النصف السنوي ذاته أن ما فقد بين الذهب المنتج والمصدر والمصنع والمخزن بلغ 49 طنا بنسبة وصلت إلى 77% لفاقد الذهب بين منطقة الإنتاج وبنك السودان كمشتر، وفي وقت يمثل فيه صادر الذهب نسبة 37% من إجمالي صادرات السودان بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حسب تقرير وزارة المعادن. إلا أن موسى كرامة وزير التجارة والصناعة السابق مقارنة عقدها بين كمية إنتاج الذهب المعلنة من قبل الحكومة في عام 2015 وهي 70 طن، وبين المعلومات التي تحصل عليها والتي أكدت أن صادر الذهب عبر مطار الخرطوم فقط إلى مطار دبي عبر الخطوط الإماراتية في العام نفسه بلغ 102 طنا، فيما قدر خبراء الأمم المتحدة حول السودان في تقرير صدر في سبتمبر للعام التالي 2016 الذهب المهرب من السودان إلى الإمارات في الفترة ما بين 2010 و2014 بما قيمته 4.6 مليار دولار. ويتفق كل من كرامة وعبد المنعم الصديق رئيس غرفة مصدري الذهب مع تقرير خبراء الأمم المتحدة بأن أكبر مشتري فعلي للذهب السوداني هي الإمارات، ويكشف كرامة عن تقديرات الصاغة والمعدنيين للإنتاج الفعلي من الذهب حيث ارتفع إلى كميات تتراوح بين 230 إلى 240 طنا خلال عامي 2017 و2018، في وقت كانت فيه الحكومة تتحدث عن إنتاج يتراوح بين 90 إلى 110 طن فقط، بمعنى أن الفاقد يتراوح بين 100 و130 طن سنويا. ويشير كرامة إلى أن تهريب الذهب يتم عبر كل المنافذ خاصة مطار الخرطوم، والذي اعتبره أكبر منفذ تهريب، إلا أن التهريب لمصر عبر الطريق البري أصبح يشكل هاجسا أكبر. ولمعرفة كيفية تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم الدولي، قابل 9 أفراد من العاملين في أمن النقل الجوي وعمال الشحن والتفريغ وموظفين بالشركات العاملة بالمطار والجمارك، طلبوا جميعا عدم ذكر أسمائهم خوفا من ملاحقة الجهات الأمنية لهم ومن فقدانهم وظائفهم. وقد تطابقت رواية موظفي الجمارك ورواية أمن النقل الجوي حول وجود شحنات من مخلفات التعدين دخلت المطار معبأة في براميل بلاستيكية على أساس أنها عينات رمال في طريقها للتحليل بألمانيا عبر الخطوط الإماراتية. وقد سبق أن غادرت شحنتان من تلك المخلفات وصلت كميتها إلى 4 أطنان، وفي المرة الثالثة والأخيرة في أوت من العام الماضي كانت المناوبة الليلية قد منعت مغادرة شحنة رمال
معتادة عبارة عن طنين بقيادة ضابط جمارك برتبة نقيب، حيث ساورت الشكوك ذلك النقيب وطلب بفحصها بالمعمل المركزي للهيئة العامة للجمارك. على الرغم من أن المستندات الرسمية للشحنة أفادت بأنها عينات رمال تخص شركة تعدين، فإنه عندما فحصت عينات منها جاءت النتيجة لتكشف أنها مخلفات تعدين بها نسبة عالية من الذهب الخام. وقد نقل النقيب الذي منع مغادرة الشحنة بعدها إلى إحدى الولايات السودانية الحدودية بعد الواقعة بيومين، حسب إفادات زملائه بمطار الخرطوم، وقد أكدت جيهان إلياس وهو الناطق الرسمي باسم شركة مطارات السودان القابضة أنه فعلا قد ضبطت الشحنة المذكورة وأوقفت وسلمت للأمن الاقتصادي وفق الإجراءات القانونية المتبعة. كما أورد ثلاثة من عمال الشحن والتفريغ الذين تحدثنا معهم ملاحظتهم لتكرار دخول سيارات كبيرة محملة بصناديق عبر إحدى البوابات من الناحية الخلفية للمطار لتقف بالقرب من إحدى الطائرات المستعدة للمغادرة، ثم تفرغ حمولتها تحت حراسة مشددة وبسرعة كافية قبل المغادرة. وفي هذا الصدد تقول إلياس إنه خصصت بوابات محددة للدخول من أجل الضبط وإحكام التفتيش، وأكدت ما يتعلق بتورط موظفين وعمال بالمطار في مساعدة مهربي الذهب عبر استلام الكمية خارج المطار ثم تسليمها لصاحبها داخل الطائرة أحيانا في عبوات الأكسجين التي يتم شقها أو في العربات التي تحمل الوجبات إلى داخل الطائرة، وهم يتجاوزون أجهزة الكشف على اعتبار أنهم معروفون وسط زملائهم. ويؤكد لنا أحد موظفي شركة الطيران الرواية التي اتفق على تفاصيلها ثلاثة من المصادر العاملة بالمطار، حيث قال: كانت هناك سيدة خمسينية مسافرة على إحدى شركات الطيران العربية، دخلت الطائرة عبر سيارة إسعاف التي حملتها على أساس أنها مريضة، وعند دخولها للطائرة دخل معها سائق الإسعاف الذي بادر بتفريغ أسطوانة أكسجين من سبائك ذهبية ووضعها داخل حقائب السيدة والطائرة على وشك الإقلاع. وكانت هناك سيدة بريطانية تراقب المشهد، فأخبرت المضيفة عقب الإقلاع التي بدورها أخطرت كابتن الطائرة الذي عاد مباشرة إلى الخرطوم، ومع هبوط الطائرة أدرك سائق الإسعاف أن هناك أمرا سيقع فهرب. وتقر جيهان بثبوت تهمة تهريب الذهب على 11 عاملا وموظفا بمطار الخرطوم الدولي خلال الفترة ما بين الأول من جونفي 2018 والتاسع والعشرون من مارس 2019، وقد أوقفوا عن العمل نهائيا بعد التحقيق معهم. وبعدها اتخذت الإدارة إجراءات تفتيش لكل العاملين مع منع دخول أي سيارة إلى مدرج إقلاع الطائرات حتى لو كانت تتبع لإدارة المطار ويسمح لها بالدخول وفق الإجراءات القانونية اللازمة. وأجري تعديل على المادة 57 من القانون الجنائي بإضافة نص جديد حمل عنوان الإضرار بالاقتصاد الوطني، مفاده أن كل من يهرب أو ينقل أي بضاعة أو سلع ممنوعة أو مقيدة بقانون أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع والبيع والتحايل أو بتهريبها خارج السودان يعتبر مرتكبا لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني. وحدد التعديل العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. حصلنا على مستند رسمي مفصل صادر من هيئة الجمارك الذي يبدو أمامنا يوضح الصادرات السلعية في كل من سنتي 2017 و2018، ويكشف عن كمية صادرات الذهب في 2017 والتي بلغت 37 كيلوغراما فقط بقيمة 1.56 مليون دولار تقريبا، بنسبة مساهمة في إجمالي الصادرات وصلت إلى 38%، في وقت وضح في جدول آخر في المستند ذاته أن كمية الذهب المنتجة في العام 2017 وصلت إلى 107 طن، وقد تراجع الإنتاج في العام التالي 2018 إلى 94 طنا، تم تصدير 20 طن فقط منها بقيمة 832 مليون دولار بنسبة مساهمة في إجمالي الصادرات وصلت إلى 24%.
فيما يوضح مستند لملخص صادرات السودان خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران للعام الحالي، حصلنا على نسخة منه التي تبدو أمامنا أن صادرات الذهب خلال الفترة أعلاه كانت عبارة عن 6.7 كيلوغرامات تقريبا بقيمة 280 ألف دولار، إلا أننا حصلنا على معلومات أخرى من مصادر موثوقة بمطار الخرطوم الدولي، ونتحفظ عن ذكر أسمائهم ومناصبهم لسلامتهم. أكدت أنه حسب السجلات فإن صادرات الذهب خلال شهر فيفري من العام الجاري فقط كان 1.8 طن تم تصديره من قبل ثلاث جهات، هي شركة السبيكة الذهبية، شركة الدويشة، الحاج محمد وهو مشتري مستقل. أي أن الفاقد الفعلي المهرب في الفترة المذكورة هو بضعة أطنان على أقل تقدير. وقادت حملة ضغوط شرسة تمت بواسطة مسؤولين نافذين بالحكومة السودانية السابقة إلى تراجع البنك المركزي عن قرار مجلس الوزراء بالرقم 455 القاضي بإعادة حصيلة الصادرات إلى البنوك المحلية. وكان منشور البنك المركزي الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2018 قد أكد أن حصيلة صادرات ذهب شركات الامتياز هي حق لحكومة السودان وليس للمصدرين. ويكشف الوزير السابق كرامة أيضا عن أن كمية الذهب التي صدرتها شركات الامتياز وعددها 7 خلال أعوام 2011 إلى 2018 تقدر ب 6.5 مليار دولار. ويعرف عقد حق الامتياز بأنه عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه والذي يطلق عليه مانح الامتياز، وهو حكومة السودان في هذه الحالة بمنح الطرف الآخر والتي هي الشركات، ويطلق عليه ممنوح الامتياز الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الصناعة أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته وفقا لتعليمات مانح الامتياز وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية وذلك نظير مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية. هنا يتدخل كرامة شارحا. اتضح أن شركات الامتياز التي دخلت بغطاء شركات أجنبية هي شركات مملوكة لنافذين بالدولة، واكتشفنا من خلال العقود أن الدائرة المقربة من الرئيس المخلوع عمر البشير هم أعضاء في مجالس إدارات أغلب شركات الامتياز أو يمتلكونها من الباطن. ويؤكد حديث كرامة مصدر آخر رفيع بوزارة المعادن رفض الكشف عن اسمه وقال إن بعض شركات الامتياز منحت أفرادا من أسرة الرئيس المخلوع أسهما لضمان حصولها على تسهيلات وامتيازات وسهولة تخطي الإجراءات الأمنية باستخدام أسمائهم، وهو أمر وصفه مصدر عدلي مطلع، إضافة لإعفاء شركات تعدين سودانية من حصائل الصادرات بأنه فساد حكومي. ووصف المصدر في حديثه الإجراء بغير الصحيح، مؤكدا أنه يخالف منشور بنك السودان المركزي بخصوص حصائل الصادرات. ويتهم الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة النيلين الحكومية الدكتور عبد الله الرمادي نافذين في السلطة بالضلوع في تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، إلى جانب اتهامه لمجموعات متنفذة تقف وراء إصدار البنك المركزي للسياسات المتعلقة بشراء وتصدير الذهب، والتي وصفها بالمتخبطة وتصب في مصلحة مجموعة محددة مستفيدة من إنتاج الذهب وتهريبه. ويؤكد الرمادي أنه حصل على معلومات مؤكدة من خبراء جيولوجيين بأن الإنتاج السنوي للبلاد يصل إلى 200 طن تقدر قيمتها بما بين 7 و8 مليارات دولار، وهو مبلغ كان يمكنه أن ينقذ البلاد من شح سيولة نقدية أقر بها أمام البرلمان السوداني المنحل محافظ البنك المركزي حسين جنقول، مما دفعهم لطباعة نحو 48 مليار جنيه سوداني خلال العام الماضي فقط، وهو ما يفوق مجموع المطبوعات خلال العامين السابقين. لذلك كما قال
الذهب مقابل الغذاء. بعصبية غير خافية تحدث معنا رئيس شعبة مصدري الذهب السودانية التابعة للغرفة التجارية، وهي منظمة شبه حكومية، المدعو عبد المنعم الصديق، لافتا النظر إلى أن شعبة مصدري الذهب بكامل عضويتها متوقفة عن التصدير حاليا بسبب الامتيازات التي تمنحها السلطات السودانية لشركات امتياز محددة مع غض الطرف عن تجاوزاتها في تهريب الذهب وفيما يتعلق بحصائل الصادرات التي تودع في بنوك خارجية في مقابل ذلك. كانت الحكومة السابقة تحصل مقابلها على شحنات من الدقيق والوقود الذين تعاني البلاد من شح فيهما. ويشير الصديق إلى أن الغرفة لا علاقة لها بالكميات التي تصدرها شركات الامتياز، وأنها تعلم فقط ما تعلنه وزارة المعادن من أرقام صادرات الذهب، وهي أرقام لا تشمل إنتاج شركات الامتياز. وقد حصلنا على صور من التقارير الخاصة بالشركات التي يسمح لها بالتصدير بدون قيمة، أي بمعنى دون إعادة أموال الصادرات إلى خزينة الدولة. وتظهر المستندات استفادة نافذين ومقربين من النظام السابق وآخرين من حقوق الامتياز، والتي تمنحهم احتكارا قانوني واقتصادي لإنتاج سلعة الذهب وتوزيعها، وذلك عبر دخولها بغطاء شركات أجنبية وشركاء أجانب. ويبلغ عدد شركات التعدين 243 شركة، منها 11 شركة امتياز، والعاملة منها فعليا 9 شركات وفقا لموسى كرامة. وفيما منحها البنك المركزي استثناءات وفقا لمنشور رسمي، فإن كرامة يرى أن أخطاء صاحبة العقود الموقعة، موضحا بأنه رغم أن نصوص المنشور فيها إشراف ووجود للدولة، فإن الممارسة تختلف تماما عن العقود، مما أثر بصورة كبيرة على استفادة البلاد من الثروة الذهبية فيها. ويلخص الأخطاء في أن الدولة لم يكن لها إشراف على ما تنفقه الشركة في مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري، والتي تصل إلى 5 سنوات، وتتلقى الدولة فقط ما ترصده أي شركة في فواتيرها دون التأكد من أن هذا الصرف كان فعليا، ويرى أن هذا يسمح للشركات بأن تضخم صرفها بالفواتير، وأن تعتبر الشركات هذا الصرف ديونا على الدولة، وتأخذ كل إنتاجها على اعتبار أنه سداد للديون. ويضيف أن الخلل في مرحلة الإنتاج وفي توزيع الشركة السودانية موظفيها على 73 منطقة إنتاج، في حين يوجد 713 موقعا للإنتاج بمختلف الولايات. وبالتالي فإن وجود الدولة ضعيف للإشراف على الكم المنتج فعليا، وهم يأخذون فقط ما تعلنه الشركات. ويعيب على الحكومة السودانية توقيعها للعقود التي تمنح شركات الامتياز الحق في تصدير 70% من إنتاجها دون حصول الدولة على حصيلة الصادرات، ومن ثم توريدها للبنوك المحلية، لافتا إلى أن هذه النسبة ثابتة على مدى 25 عاما، فترة سريان الاتفاقية. ويفترض أن تتناقض النسبة على اعتبار أن الذهب مورد ناضب. ويكمل كرامة بأسى قائلا: هلع الحكومة لتعويض الفاقد من البترول أعمى بصيرتها، وسيكون ذلك وبالا على السودان. ونهاية هذه المادة ليس نهاية قصة النهب بالسودان، فالتحقيق القادم الذي سينشر قريبا على قناتنا ضمن ذات الملف سيتقصى عملية نهب كبرى أخرى للذهب في جبل عامر بدارفور، وفيها الكثير والكثير مما سيكشف.